والسلام على مولانا الإمام سيدنا الحبيب الطاهر. إخواني، أنا سميتي حفيدي عبد الحق، أنا مهاجر بالخارج. أنا جيت، علاش جيت لبلادي؟ جيت مع الخطاب الأخير ديال سيدنا ومع التوجهات ديال سيدنا. ما معنى الخطاب ديال سيدنا؟ وهو المشروع التنموي الجديد اللي طالب به سيدنا. سيدنا طالبنا احنا كفلاحة وكمواطنين وكجميع الهيئات، لا سياسية ولا نقابية ولا جمعيات المجتمع المدني، الخطاب ديال سيدنا في الاخر قال باللي جميع المواطنين وكافة المواطنين بغيتهم يشاركوا في هذا المشروع التنموي الجديد. عاش الملك! عاش سيدنا! عاش الملك! عاش محمد الثاني! احنا مع التوجهات ديال صاحب الجلاله، وحنا هاد الفلاحه كلهم اللي كتشوفوا فيهم مستعدين يضحيوا بالدم ديالهم وبالغالي وبالنفيس من اجل صاحب الجلاله. لان علاش؟ غنقول لكم علاش. لان احنا ما بقاتش عندنا ثقه في الاحزاب، في الاحزاب السياسيه. احزاب فين هي الاحزاب؟ هاد الدور لو كانت الاحزاب احزاب ما نكونوش حنا هنا، لان هذا دور الاحزاب. احنا ما بقاتش عندنا ثقه في الاحزاب، وحنا من هذا المنبر، من هذا المنبر انا تنقول لصاحب الجلاله سيدنا نصره الله، نحن معاه، وكنقول له راه غادي نبداو. كنقولوا ليه لسيدنا، كنقولوا لسيدنا باللي من الان فصاعدا اسيدنا احنا غادي ننطلقوا دائره انتخابيه بدائره، لان الفساد انتشر عندنا في قياده راس العين. علاش؟ انا غنقول لك اسيدنا علاش. احنا في سنه 2011 احنا وصلت عندنا نسبه التصويت 90% و97% في بعض الدوائر. واش حنا قياده راس العين هي اللي الناس ديالها تاثروا ووصلوا لهذا المستوى ديال باش الناس كلها تخرج تصوت؟ لا، كانت زوير، كانت زوير. اسيدنا راه كناشدك من هذا المنبر، نحن راه معاك، رحنا راه معاك. وعاش الملك! عاش الملك! قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.